مدار القرآن. سورة المطففين. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون. سورة المطففين. ترتيبها بالمصحف الشريف. هي السورة 83 ترتيبا. سبب تسميتها. سميت المطففين لورود هذه الكلمة في أول السورة. تاريخ ومكان نزولها. مكية، نزلت بين مكة والمدينة. ترتيب نزولها. هي 86 نزولا على النبي صلى الله عليه وسلم. عدد الآيات والكلمات والأحرف. عدد الآيات 36. عدد الكلمات 169. عدد الحروف 740. المحكم والمنسوخ من آياتها. المحكمة 36، المنسوخة لا توجد. مواضيعها. ابتدأت السورة بإعلان أن جهنم قد أعدت للمطففين في الكيل والوزن. تحدثت عن الأشقياء الفجار الذين يكذبون كلام القرآن، وصورت مآلهم يوم القيامة وهم يلقون إلى الجحيم. تعرضت بالمقابل لصور الأبرار المتقين ومثواهم في النعيم الخالد. تعرض السورة لموقف المكذبين وقد انقلب فعلهم عليهم بعد إذ كانوا يسخرون من المؤمنين في الدنيا، ثم تصف حال المؤمنين ونعيمهم في الآخرة.